بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادنا النهاردة مع الدرس الخامس من دروس الجافا سكريبت. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكونكاتينيشن أو الربط بين اتنين سترينج. هعمل الكلام ده إزاي؟ هقول له document dot write، روح اكتب، اكتب مثلا جملة هاي. بعد كده عايزك تكتب لي جملة تانية وليكن زير، عايز اقول لهم هاي زير، واروح اعمل طبعا سيمي كولن علشان نهاية السطر. بربط بين الاتنين تو سترينجز دول عن طريق علامة الزائد. يبقى علامة الزائد بتعمل لي حاجة بيسموها كونكاتينيشن، هو ده الكونكاتينيشن. اروح اعمل ران، هيطلع لي هاي زير بالمنظر دوت. اذا ممكن اعمل مسافة هنا واعمل مسافة هنا علشان خاطر يكون في عندي سبيسز كده، تطلع هاي زير بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت. طيب انا ممكن انزل سطر، يعني ممكن اكتب هاي وبعد كده اعمل بريك لاين، اقول له هنا بي ار، اعمل بريك لاين، وبعد كده اروح اقول له عايز دوكيمنت دوت رايت واكتب كلمه زير، ما فيش اي مشكله خالص. يبقى اذا هنا عملت ربط كونكاتينيشن ما بين جمله سترينج وما بين التاج بتاع ال HTML اللي هو اسمه بريك لاين اللي هو بينزلني سطر. اروح اشغل البرنامج بتاعي، هيكتب لي هاي في سطر وزير في سطر تاني. ده بالنسبه للجزء بتاع الكونكاتينيشن ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب عايزين نعمل حاجه النهارده مهمه جدا، وهي ان انا ازاي اعمل جيتنج للداتا فروم ا يوزر، ازاي اعمل جيتنج للداتا من المستخدم. كمان عايز اروح اعمل display and display، واروح اعمل عمليه عرض للايه، للريزلت بتاعتي. عايز اتعرف ازاي ان انا اقدر اجيب بيانات من اليوزر، وازاي اروح اعمل لها عمليه display للايه، للريزلت ديت. يعني هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل الكلام ده ان انا ممكن اروح اعرف متغير، هقول له var، واعرف متغير اسمه نيم. تمام. طيب ده كل ده لحد اللي ما فيش مشاكل خالص. انا عندي حاجه اسمها ويندو دوت برومبت. ويندو دوت برومبت علشان خاطر يظهر لي زي مربع لليوزر، تكست بوكس كده او مربع ادخال انبوت بوكس، يساله عن معلومه معينه فاليوزر يكتبها. البرومبت ده بيكون فيه اتنين بارامتر، ادي البارامتر الاول واعمل كوما واكتب البارامتر التاني، او بيسموها ارجيومنت، بيسموها بارامترز او بيسموها ارجيومنت. الارجيومنت الاولاني بيساله عن النص اللي عايز يكتبه، يعني مثلا هقول له هنا ايه انتر، هقول له انتر يور نيم، هقول له هنا انتر يور نيم. تمام. واروح اعمل كوما، اروح اشغل البرنامج دوت، هيطلع لي فعلا هنا عبارة عن مربع ادخال، هيقول له هنا في انتر يور نيم، هقول له احمد واقول له اوكي. ما حصلش اي حاجة خالص. ليه؟ لان انا هنا كل طلبت منه قلت له روح طلع لي اللي هو الايه البرومبت دوت واكتب فيه اسمك انتر يور نيم. طب هنا بتعمل ايه؟ هنا بتكتب القيمة المبدئية اللي بيسموها initial value، وليكن مثلا هكتب هنا مثلا شريف، فهيظهر لي شريف. يبقى هنا هيسأله عن معلومة معينة، وهنا المعلومة اللي المفروض هو هيدخلها بنفسه، أنا كتبت قيمة مبدئية بدلها. هقول له رن، بص اللي حصل إيه؟ سألني هنا قال لي انتر يور نيم، وهنا سألني عن وهنا كتب القيمة المبدئية اللي هي initial value، كتب شريف. طيب أنا عايز أخزن الكلام ده داخل متغير، طب ما أنت عندك متغير اسمه نيم، هتقول له نيم بيكوال ويندو دوت برومبت. طيب كده لحد الآن إحنا ما فيش أي مشكلة خالص. طب أنت عايز تعمل إيه بقى؟ أنت عايز تروح تطبع الكلام ده. عادي جدا هتقول له document dot write زي ما احنا اتعلمنا في المحاضرات اللي فاتت. هروح اطبع بقى المتغير ده اللي هو اللي اسمه ايه نيم. اروح اشغل البرنامج بتاعي، هيقول لي اسمك ايه، هقول له اسمه اسمي هاني، واقول له اوكي، هيقول اكتب لي هنا هاني. طب انا ممكن اروح استفيد بالدرس بتاع الكونكاتينيشن، اروح اعمل كده كونكاتينيشن واكتب هنا مثلا ما بين دبل كوتيشن اكتب ويلكم مثلا زائد الايه النيم، ويلكم فلان او هالو فلان زي ما انا عايز. ممكن اروح اعمل كونكاتينيشن تاني. تمام.
واعمل هنا مثلا اي علامة، مثلا زي علامة التعجب كده، مفيش اي مشكلة خالص. اروح اشغل البرنامج بتاعي، اقول له رن، هيطلع لي البرومبت، هقول له هاني، اقول له اوكي، هيقول لي ويلكم هاني. ده بالنسبة للجزء بتاع البرومبت وازاي اشتغل بالرايت. ممكن اجي كمان اروح اعمل هنا كوبي بيست للسطر دوت، واقول له انا عايزك تعمل لي ايه، تعمل لي بي ار، يعني تنزل لي سطر، تعمل بريك لاين، وبعدها تعمل كونكاتينيشن وتكتب له اي جملة، وليكن مثلا هاف a nice day مثلا، اي كلمة انت عايزها. هروح اشغل البرنامج، هقول له run، هيقول لي اسمك ايه، هقول له انا اسمي نور مثلا، هقول له اوكي، هيقول لي ويلكم نور، هاف ا نايس داي. ده بالنسبة للجزء بتاع getting data from a user and display a result. وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.